باش يترفع هذا الحجر الصحي اول حاجه غادي ندير غير نحيو صله الرحيم ان شاء الله نزوروا الاخ ديالي والعائله ديالو والعائله ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله يرجعوا للمساجد كيف ما كانوا هادشي اللي كنتمنى ما نكذبش عليك اول حاجه غندير هو غنمشي نتريني لا ما نكذبش عليك لان كنا كنترينيو في الدار ولكن ديك لونطريمون ديال الدار ما كافياش يعني توحشنا لاصال وتوحشنا الاجواء ديال 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 التنافسيه مع الاصدقاء والحباب لاكتيفيتي الاولى هي لاصال وبيان سور ما كرناش الجوامع يتحلوا لان ديال الله فوق كل شيء غادي ندير الاحتياطات وغادي ندير داك الشيء اللي كيديروا الناس ندير الكمامه نغسل يديا مزيان بالماء والصابون وملي ترفع علينا ان شاء الله هذا الحجر الصحي اول حاجه غندير هي غنمشي نواحي تاسفي عند الوالده باغي نشوفها مع محيدين هذا الشيء ديال ديال التنقلات وداك الشيء ما كاين فاش تمشي بغيت نمشي ولكن ما كاين فاش نمشي على بغيت نمشي نشوفها ان شاء الله بعد الحجر ساكنين بزاف ديال الحوايج اللي غيداروا ان شاء الله شوفوا العائله ديالنا والاصدقاء ديالنا شحال دابا شفناهم راحوا معاهم في قهاوي ترجع ان شاء الله الحياه حسب كيف ما كانت دابا الحمد لله شفنا حاله الطوارئ قال لك راه غيرفعوا نهار 10 في هذا الشهر ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله زاروا حاله ما تبقاش تهزات حاله مازالنا القدام اول حاجه اخويا هي نقصدوا المسجد ان شاء الله ثاني حاجه اخويا فهمتيني نسافروا خارج هذا البلد ان شاء الله لا سهل الله والله يرفع علينا هذا البلاء اخويا الله يرفع علينا هذا المرض حاولوا نتولفوا على الحياه الجديده وداك الشيء نشوفوا الاحباب ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا هذا اللي توحشناهم بزاف صراحه هذا الشيء اللي كاين هذا هو الاهم حاجه ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس